السلام عليكم، معكم وليد عدلان مركز نتورك بلس. والله ليه حكون معاكم في فيديو جديد. الفيديو ده تحديدا انا موجهه للناس اللي عندهم خبرة كويسة بالتعامل مع راوترات سيسكو، يعني زول بيعرف يعمل كونفيجريشن بتاعت مثلا ريب، بتاعت او اس بي اف، بتاعت في لاس، بتاعت اكسس ليست، بتاعت اي بي في 6 على راوترات سيسكو، ما عنده معاه مشكلة، لكن ما تعامل مع راوترات هواوي قبل كده او ما مشى للتراك بتاع السيرتيفيكيت بتاعت هواوي، وعايز يمشي وداير مدخل انه يقدر يعمل كونفيجريشن على راوترات هواوي بصوره كويسه. فانا هحاول في الفيديو ده او في فيديو جاي، يعني هيكون فيديو على جزئين، انه انا احاول بقدر الامكان نطبق التكنولوجيز اللي بنعملها على سيسكو راوترز، كيف نقدر نعملها او ننتقل ببساطه لراوترات وسويتشات هواوي. فخلونا نمشي لللاب ونشوف اللاب حنطبقه كيف على راوترات هواوي. طيب نحاول نقوم نوضح انه دايرين نعمل شبكة بسيطة هنا حتتم الحاجة دي كيف. يعني مثلا نقول عندنا ده راوتر، ده سويتش، ده جهاز. نذكر تاني يا اخوانا القصة دي بالنسبة لزول فاميليير بانه بيتعامل مع الديفايس بتاعت سيسكو عادي، يعني هنا ما هشرح المفاهيم، انا هشرح انك انت كيف تنتقل من الكونفيجريشن بتاعت سيسكو للكونفيجريشن بتاعت هواوي. تمام، هنا انا عندي ده راوتر تاني، اقول ده سويتش، وده هنا عندي ده جهاز، ده هنا نقول ماخذ اي بي ادرس 10.0.0.2، وهنا المنفذ ده ماخذ اي بي ادرس 10.0.0.1، ده ماخذ اي بي ادرس 15.1، سوري، وده 15.0.0.2، وده 20.0.0.1، وده 20.0.0.2. تمام، ده ار 1، ده ار 2. تمام، الحاجة دي هحاول نعمل الكونفيجريشن بتاعت النتورك دي، انه البينج بين الجهاز ده والجهاز ده يشتغل، لكن الديفايس بتاعت عبارة عن ديفايس بتاعت هواوي. تمام، فحنشتغل بالسيميوليتر بتاعنا اللي هو السيميوليتر بتاع الـ ENSP. تمام، ممكن نشوفه هنا، ايوة، نقول مثلا ENSP، ايوة ده. بيظهر لكم السيميليتر بتاع الـ ENSP، وده السيميليتر بتاع هواوي، مع ان مثلا هواوي وقفته يعني بتاع الـ ENSP، لكن احنا شغالين بنسخة قديمة يعني. تمام، ف هنا بسحب الراوتر الاول، بسحب الراوتر الثاني، نجي للسويتشات، بسحب السويتش الاول، بسحب السويتش الثاني، بجي للبي سيز، بسحب الكمبيوتر الاول، بسحب الكمبيوتر الثاني، بعدك بجي لعملية التوصيل اللي هو بوصل هنا الجيجابيت ايثرنت 00 مع السويتش، بعد ذاك اجي اوصل السويتش مع الكمبيوتر، هنا اوصل الجيجابيت ايثرنت 00 مع السويتش، وهنا اوصل السويتش مع الكمبيوتر، بعد ذاك اجي اربط الجيجابيت ايثرنت 001 مع الجيجابيت ايثرنت 001، وبعد ذاك بقوم بعمل بلاي للسيميوليتر بتاعنا بتاع الـ ENSP. تمام، شوية السيميوليتر تقيل يعني ما زي الباكيت تريسر، عنده مرات بعض ايشوز مع الانتي فايروسز مع الفاير وول، لكن يعني ادجستبل يعني، وممتاز يعني، ومتقدم شديد يعني، حتى لحد الليفل بتاع الاتش سي اي اي ممكن تشتغل فيه لابات. الاتش سي اي اللي هي الشهاده بتاعت الاكسبرت بتاعت هواوي الايكويفالنت للسي سي اي. طيب هنا بجي ابدا ادي الاجهزه اي بي ادرس، طبعا الاجهزه ما فارقه سيسكو ولا هواوي، يعني في النهايه انا بتكلم مع اجهزه بتاعت كمبيوتر عاديه. ده 10.2 الماسك 255.0.0.0 والجيت واي 10.0.0.1. هنا
باجي للجهاز الثاني هديه 20/2 والماس 255.000 والجيت واي 20.001. طيب هنا الراوتر ده اشتغل لانه عينه اللينك ده بقى جرين، فممكن اعمل عليه دبل كليك. يلا بتخش على الصفحه بتاعت الكونفيجريشن بتاعت هواوي، تمام، اللي هو دي هنا الحته بتاعت الاختلافات بالمناسبه. طيب في سيسكو لو الناس بتتذكر كان عندنا ثلاثة مودز، اللي هو كان عندنا اليوزر مود، اللي هو كان بتلقوا فيه اسم ال اسم الراوتر وجنبه علامة أكبر من، صح، والإنيبل مود اسم الراوتر وجنبه علامة هاش، والكونفيجريشن مود كان اسم الراوتر وجنبه كونفيج هاش. نحن هنا في هواوي عندنا تو مودز بس، عندنا اللي هو عندنا حاجة اسمها اليوزر فيو، اللي هو تلقوا اسم الراوتر وبين علامتين أكبر منه أصغر منه، وفي عندنا السيستم فيو بتلقى اسم الراوتر وجنبه أو حوالينه أقواس مربعة. اليوزر فيو ده بوازي لك في سيسكو اليوزر مود والإنيبل مود، والسيستم فيو ده بوازي لك إلى حد ما الكونفيجريشن مود بتاع سيسكو. يعني هسه أنا هنا لو شفت الناس، لو شفت الكونفيجريشن بتاعتنا، يعني هسه لما جيت خاش على الراوتر بتاع هواوي، يعني هنا بين أقواس أكبر من وأصغر من، معناه أنت قاعد وين؟ قاعد في اليوزر فيو. هنا انا ما بقدر ابرمج الراوتر بتاعي، عشان ابرمج الراوتر بتاعي لازم امشي لمنه، امشي للسيستم فيو اللي هو عشان يكون اسم الراوتر وبين اقواس مربعه. طيب الامر اللي بوديني في هواوي من اليوزر فيو للسيستم فيو عندي الامر ده، اللي بتكتب الامر سيستم فيو، ده بوديك من اليوزر فيو لمنه للسيستم فيو. لو دار ترجع باك من السيستم فيو لليوزر فيو بتعمل الامر كويت. دائما في هواوي بدل اكزيت بتاعت سيسكو عندنا شنو؟ عندنا كويت. يعني فيري شنو اخوان؟ فيري سيميلر، بس هنا انا الحاجه اللي بتوازي لي اليوزر مود والانيبل مود هنا مود واحد بنقول عليه هو اليوزر فيو. تمام يا اخوان؟ اللي هو الحاجه نوضحها هنا في الكونفجريشن، يعني هنا مثلا دي النتورك بتاعتنا، ده الراوتر بتاعي، ده امشي للسيستم فيو بقول له سيستم فيو عن طوالي اسم الـ الراوتر بتاعي وبين اقواس مربعه. لو داير اقول له هوست نيم كذا مثلا بتاع سيسكو، يقول له كده سيس نيم مثلا AR1، عن طوالي اسم الراوتر بقى اسمه AR1 بدل هواوي. يلا هنا انا داير اعمل شنو؟ داير اجي ادي المنفذ ده اي بي ادرس، صح، وافتحه، وادي المنفذ ده افتحه واديه اي بي ادرس، اللي هو هنا اديه ده 10.1 واديه ده 15.1، صح، اللي هو هعملها كيف؟ حديد يقول له انترفيس نفس القصه تماما، اسم المنفذ اللي هو جيجا بيت ايثرنت 0/0/0، تفتح المنفذ بالامر اندو شوت داون، وتدي المنفذ اي بي ادرس. يعني هناك كان في سكو بنقول نو شوت داون، هنا بنقول اندو شوت داون. بعد ذاك اديه اي بي ادرس 10.1 والماس 255.000 تيبيكال تماما زي سيسكو دي. هنا امشي للمنفذ الثاني اللي هو الجيجا بيت ايثرنت 0/0/1، نفتح المنفذ كيف؟ اندو شوت داون، واقول له شنو؟ اي بي ادرس 15.0/0/1 والماس بت 55.0/0/0 كويت. يلا هنا عشان الشبكه بتاعتنا تكتمل، لو الناس بتتذكر الكونفجريشن في سيسكو لازم افعل روتينج، اللي هو لازم انا اعمل اكلم راوتر 1 بان الشبكه 20 دي عرفها كيف، فانا مبدئيا داير اعملها باستاتيك روت. هتعملها كيف؟ هتقول له هو IP root static، يعني هنا كان بيقول IP root بس هنا انا بقول IP root داش static. انا داير اكلمه بالشبكه 20 اللي الماسك بتاع 255.0.0.0 تصل لها عبر منه؟ عبر ال 15.0.0.2. كده انا بكون عملت الكونفجريشن بتاعتي بتاعت راوتر 1. كان الفيريفيكيشن عندنا في سيسكو بنعمل شنو؟ لو داير تشوف المنافذ دي الاي بي بتاعها شكله كيف؟ كان بقول show IP interface brief. هنا انا حاجه اقول له شنو؟ display
اي بي انترفيس بريف، يعني بدل شو بس يا اخوانا ديسبلاي، اللي هو يعني هيظهر لك المنافذ بتاعتك وهيظهر لك الاي بي بتاع كل شنو كل منفذ والحاله بتاعته اب اب. تمام. طبعا هنا برضو واحده من الاختلافات انه ان امر ديسبلاي ممكن تعمله من اليوزر فيو وممكن تعمله من السيستم فيو. تمام، يعني ما زي سيسكو، سيسكو هناك لو ده تعمله من الكونفيجريشن مود لازم تقول له دو كذا، صح؟ طيب طيب نمشي للراوتر الثاني اللي هو R2. هنا حاجة أخش عليه دبل كليك، تقوم تقول له سيستم فيو، تاب بتشتغل زي سيسكو تماما، ممكن تقول له سيس نيم، نغير الاسم بتاعه ونقول له AR2. بعد ذاك الكونفجريشن الباقية زي ما هي، انترفيس جيجا بيت ايثرنت 0/0/0 عنده شوت داون، ونقول له اي بي ادرس 20.0.0.1 والماسك 255.0.0.0. بعد ذلك تمشي ليه انترفيس جيجا بيت ايثرنت 0/0/1 عنده شوت داون، واقول له اي بي ادرس 15.0.0.2 255.0.0. ونعمل الاستاتيك روت بتاعنا اللي هو نقول له شنو اي بي روت استاتيك. طبعا لو كان داير اعمل ديفولت روت كان حكتب شنو 0.0.0.0.0.0.0.0. اي حاجه ما عارفه ادال 15 واحد، ممكن نعملها بالمناسبه نقول له 0.0.0.0.0.0.0.0. اي حاجه ما عارفه ادال منو ادال لراوتر 1، يعني ممكن في الاول نعمل ستاتيك روت وفي الثاني نعمل شنو نعمل ديفولت روت. لو ده تشوف الروتينج تيبل في راوتر 2 شكله كيف، تقول له ديسبلاي اي بي، هنا كان بيقول شو اي بي روت، هنا بنقول له ديسبلاي اي بي روتينج تيبل. لو علم انت تعمل ديسبلاي اي بي روت او روتينج تيبل هيظهر لك اللي هو عن هنا عندي ستاتيك رود اللي هو ده الديفولت 0.0.0.0. اي حاجه ما عارفه الدال منه الدال 15 15.0.0.1. تمام، فاسي بعد كده جيت عملت بينج، هنا خشيت على الجهاز ده، خش على الجهاز هنا تقول له شنو، قول له بينج للجهاز الثاني اللي هو 20.2. المفروض البينج يشتغل ليه؟ لانه انا هنا عامل ستاتيك رود تجاه ال 20 وهناك عامل شنو عامل ديفولت رود، فعلا عامل شنو البينج مع الاخوان البينج اشتغل. ده كده انا هسه عملت كونفجريشن بتاعت ستاتيك روت في الجهه الاولى، وفي الجهه الثانيه عملت شنو عملت ديفولت روت. طيب لو دار تغير الكونفجريشن ما دايرين نعمل ستاتيك روت، دايرين نعمل ريب بين الراوترين دي، هنعملها كيف؟ تجي لي راوتر 1 ممكن تقول له الامر بتاع الستاتيك روت ده تلغيه، اللي هو كان في سيسكو بنلغيه كيف بينو الامر، صح؟ هنا برضه هنلغيه بشنو اخوانا، بس بدل بينو هنقول له اندو. كده لغيت شنو لغيت الاستاتيك روت بتاعي، واقوم اجي اعمل بدل شنو ريب، ريب داير اعلن عن منو عن الشبكه 10 والشبكه الثانيه اللي هي 15. تمشي للراوتر الثاني نجيب الامر بتاعنا بتاع الديفولت روت ونقوم نلغيه بشنو؟ نلغيه باندو الامر. ونقوم نعمل شنو بدله؟ ريب نتورك 20 ونتورك 15. بعد ذاك ممكن تمشي للراوتر الاول عشان تتاكد ان شغلك كان سليم، ممكن تعمل قبل ما تعمل البينج تقول له ديسبلاي اي بي روتينج تيبل، عم بتلقى الشبكه بتاعت ال20 طوالي جاتك، هنده جاتك بشنو اخوانا جاتك بالريب. اذا جيت عملت بينج البينج شغال، البينج شغال لكن المره دي بشنو ما بالستاتيك روت والديفولت روت، لا شغال بالريب. ممكن نلغي الريب نعمل او اس بيف مثلا، يعني انا هنا اخوانا عشان اكرر تاني الموضوع ده انا معتمد على انك انت بتعرف سيسكو كويس. تمام، اجي اقول له اندو ريب، سوري اندو ريب، تكتب البروسيس بتاعته واحد، داير تلغي الريب يس. طيب بدل الريب داير اعمل شنو او اس بيف، تقول له او اس بيف واحد، يلا عن او اس بيف تكتبه كيف، او اس بيف واحد بتخش تكتب الاريا بتاعتك مثلا اريا زيرو، كلهم انا هعمله باريا زيرو عشان نبسط الكونفجريشن. تجي تكتب انه الشبكه بتاعتك الداير تعلينا بالنسبه للراوتر 1 هي ال 10 وده الوايرد ماسك بتاعك، طبعا الكلام ده كله وين تحت اريا 0.
نتورك 15 مختلفة شوية لو اس بي اف. يعني في هناك كان في سيسكو بيقول شو نتورك 10 0 0 0 0 255 255 255، بعدها بقول له اريا 0 في النهاية، لكن لا انا هنا في هواوي بكتب الاريا 0 بعد الاو اس بي اف طوال، وبعد ذاك بجي اوضح الشبكات التابعة لاريا 0. طيب همشي اعمل العملية دي وين؟ هعمل العملية دي في راوتر 2 برضو. تقول له اندو ريد يس، دايرين نشغل او اس بي اف 1 اريا 0 نتورك 20 ونتورك 15. تمام يا اخوانا، عن طوال جاتني الرسائل بتاعت الاو اس بي اف نيبر جام. يعني هسه انا هنا لو جيت قلت له ديسبلاي اي بي روتين تيبل، المفروض تظهر لي الشبكه بتاعت راوتر 1 عندي لها فعلا بالاو اس بي اف اللي هي الشبكه كم؟ الشبكه 10. بعد ذاك لو جيت عملت بينج، البينج شنو اخوانا؟ البينج برضه المفروض يشتغل، لكن المره دي ما شغال بالريب ولا بالستاتيك روت، شغال بمن يا اخوانا؟ شغال ب شغال بالاو اس بي اف. فالموضوع بسيط جدا، يعني هسه لاحظوا معايا ده انا هسه في اقل من نص ساعه قدرت يا اخوانا قدرنا نعمل كونفجريشن بتاعت ستاتيك روت وديفولت روت وريب او اس بي اف، ده بيزد على شنو اخوانا؟ بيزد على المعلومات اللي انت ماخذها اصلا بتاعت شنو اخوانا؟ بتاعت سيسكو. فالانتقال من سيسكو لهواوي يا اخوانا فيري فيري ايزي. تمام يا شباب، ان شاء الله الناس تكون استفادت من الفيديو ده، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. شكرا جزيلا.